مباراة الأعصاب للفريقين. المباراة ممكن تحسم الصدارة لو واحد من الفريقين. عم نشوف رامي ترك بيقطع الكرة بترجع ليونس، محمود يونس داخل المنطقة، وسليمان رشو بيعكس الكرة على سبوطة بيسدد عالية فوق المرمى. اللمس الأول والأخطر لأنس موطة بهالمباراة، وفي فاول وفي بطاقة حمراء مباشرة على أحمد الصالح. بطاقة حمراء مباشرة على أحمد الصالح. عم نتابع الأثناء، الأعصاب يبدو أن يبدو الأعصاب فلتت بالتأكيد. ما لازم ضبط الأعصاب، ضبط الأعصاب أمر كثير مهم. بطاقة حمراء مباشرة على أحمد الصالح قائد فريق الجيش بمباراة اليوم. بطاقة حمراء مباشرة.